مكاني هوا حاطين التلفزيون علي. اكلمك بعدين، باي باي. نعتذر مشاهدينا على الخلل الفني اللي صار، كنا عندنا مكالمه ضروريه من مجلس الامه، حابين من الماما طبعا، من مجلس الامه، من امك، من مجلس الامه. اي لا لا مو امي، فيش داقه علي، اي بس انا على الفاصل قلت ارد، بس شريفه تعرفون حركاتها سيده، طلعنا هوا على طول كلها صايدتني. فنرد وياكم، راح ندش بالموضوع اكيد. ميمي ميمي لا هي بالواتساب اليوم، موضوع تليفون واتساب، داشه فيسبوك. اوكي الفيسبوك اليوم راح يكون بيدي بالايباد والواتساب، هذا الايفون مالكم ما احبه، مال شو اسمه، اي قولي مال شو اسمه. لا والله شوفوا، هم قاعد يكلموني بشغله، قاعد يقولوا لي اني اقولها حق المشاهدين على الهواء ردا على الكلام اللي انا قلته عن اشخاص تو ذكرتهم، بس انا ما راح اذكر اشخاص لان ما ابي اي كلام حق نفسي. مو شوفي اسرار تنشنو، ويمكن الواحد لما يقول شيء زين، اسرار 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 لا تنشنو، احنا نطلع، احنا نطلع، احنا نطلع، احنا نطلع بالصوره بالشينه، فانا اطلع من الموضوع. على فكره نواف انت يعني انت اخو، وبدر انت اخو، وعزيزين علينا، يعني ان انت عشره عمر ويانا هني بالبرنامج، صار لكم يعني يعني لمده سنه، يعني شوف لمده ايه، لمده سنه، فما يعني ما له داعي ان احنا يعني قاعد نقول لك، قاعد نسوي لك الشيء الزين، بس انت ما له داعي ان انت تدش على الصفحه وتكتب الشيء اللي انت اساسا مو مفروض ان انت تقوله، يعني لان ما علينا. المهم الله يوفق الجميع ان شاء الله نفس ما قال، لان لو احنا قلنا شنو كانوا مطالبين منا نقول، صدقني يا نواف، صدقني يا بدر، لو احنا لو تدري شنو كانوا طالبين منا نقول راح تزعلون صدق، انت ويمكن حتى ما راح تدش تكتب كومنت واحد على الفيسبوك، بس هذه شغله ما علينا. المهم نرد حق الفيسبوك. ابتسامه منورين يا حلوين، خلاص يا قلبي، انا مريم المطير، اسرار وجه لي تحيه، احلى تحيه حق مريم المطير، ريون غير قويه. هدى امباي مو صدق، البرنامج حلو بس يمعدكم كلكم لان كل واحد يكمل الثاني، عذرا هذه وجهه نظري لان اول ما شفنا حبيناه، يمعدكم وطبيعتكم. ماكو شيء يبقى على ما هو عليه، خلاص شو اسمك انتي هدى، ماكو شيء، ماكو شيء يبقى على ما هو عليه، كل شيء يتغير بالدنيا. خلاص يا قلبي مساء الخير، احلى جادرينج، بليز وجه لي تحيه. ما ادري ميمي الباجي انت قريتهم ولا لا؟ ميمي الباجي قريتهم؟ كنت كاتبه لازم تسوون بروموشن واغنيه جديده حق برنامج دام صرتوا ثلاثه. لا لا احنا يعني ما نقدر نغير شيء الا هذا بايد يعني مخرجنا ومخرجتنا شريفه العمران يعني وريفيرس، فيعني احنا برا الموضوع بهالمواضيع هذه. امل السباعي حمود الاغنيه وايد حلوه. زياد الحربي، اسرار ابي تحيه منك، اهلا زياد الحربي. طبعا زياد حربي عندنا بالفيسبوك من زمان، فنوجه له تحيه كبيره. ايه انت وكذا وحده ما ننساكم. سامي الرويلي، سلام اسرار منوره انت والشباب، تحياتي لعبود ومريوم ووفاء وعذبيه. بس احنا ما عندنا بالبرنامج عبود ومريوم ووفاء عذبيه، بس يمكن واحده من اهلك، يمكن انت غلطان على بالك، يمكن انا عبود وانا مريوم. وجهه تحيه حق هذا، تحيه حق. اوكي انا اسف. قاعد اقول شنو تغيرت اسامينا؟ اسرار عذبيه تحبك، قولي عذبيه بصوت عالي وبليز ومنورين. عذبيه حبيبتي وانا بعد احبك واسمك وايد حلو. زوزو منور، حمود ما له داعي تتكلمون باسراركم، احنا ما قاعد نتكلم باسرارنا. زوزي منور، زوزي منور، شنو نتكلم باي سالفه؟ يمكن على قصده على نواف بدر، يقول هذه سالفه مو بايدنا احنا، هذه يعني هذا بس احنا نسكر الموضوع. ايه واذا في شيء عندكم بروفايل، عندكم بروفايل نواف وعندكم هذا صفحه الفيسبوك، اكيد تقدرون تتكلمون وياهم، وبالنهايه راح يظلون اخواننا. قسم الغلاء، اسرار انتي اكوس شيء بس قلب الحب. اكوس شيء يعني احسن شيء، اكوس شيء. اوكي حلوه هذه جديده، اكوس شيء. جزاك الله بالخير محمود، هلا بالزين، شكلك مريض، يقولون قاعد تغير فلتر السيارة. السلام عليكم. السلام عليكم. رايح عليك ها؟ مريض محمود، راد من المعسكر. انزين خلينا نرد بموضوع ميمي متأخر. موضوع القروض. بتبلشون فيه؟ مو القروض. غرور. الغرور غرور؟ يلا. ماخذين عقلك الغرور. بلشي بالغرور وهدي الفيسبوك شوي كذي. يلا وياكم. يلا سولف. اسولف اليوم مش فيكم، كل شيء حقي. انزين. طبعا بقول لكم شغله حلوه، يوم الاربعاء راح يكون حفل تخرجي، انا وايد مستانسه. دلتنا على حفل دليتكم على البركه ان شاء الله. والرب كنا عبايه علي. صدق والله. بودي خياط. بودي. ايه. وطبعا احب اشكر يوسف الحجي، وايد احب اشكره، ما ادري هو قاعد طالع سوى لي نفلوف حق حفله التخرج وما وراني اياه، قال لي مفاجاه، وهو مخيط حق رفيجاتي تعاملوا معاه، انا ما شفت النفلوف، بس احب اقول لك يوسف وايد مشكور انت صدق، يعني ذوقك انا وايد احبه، واتمنى من البنات يجربون ذوقه، يعني وايد حلو ستايل يوسف.
المهم خلينا نبلش بموضوع الغرور. من اي ناحيه؟ لا لا تقولي من اي ناحيه، الغرور بشكل عام. الغرور اي بشكل عام، الناس بشكل المغرورين، الغرور شنو هو بوجهة نظرك؟ الغرور 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 مرض. اوكي؟ اوكي. ليش مرض؟ لان الانسان لما يشوف احد يحبه في ناس تختار. زين انت لما الناس حبوك 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 كونك انت فلان، فلما انت تختار راح يكرهونك، لان احنا كلنا بشر، احنا كلنا انخلقنا من طين، يعني احنا كلنا اوادم، اللي فوقنا هو اللي خلقنا، ما فرق بيننا ولا فرق، يعني ما فرق حتى بين البني والصبي الا باشياء خفيفه. الغني الفقير الحلو الجميل الكشخه العقيدي اللي كلهم راح يردون يندفنون بمكان واحد اللي هو القبر، الله يعني يبعد عنا، يعني الله يطول بعمرنا ان شاء الله. فما اشوف الغرور شيء حلو. حكى معايا اسرار، حكى معايا بس انتم فاهميني طبعا. طبعا فانا كلش كلش والله يعني انا ما قاعده اقول شيء ديكور ما شنو بالبرنامج. درر درر. اكره الناس اللي تختار بنفسها. في ناس مرات لما يشوفون مثلا بنيه هاديه قاعده مثلا بحاله، مثلا انا قاعده الحين بمكان كله بنات متجمعين، انا ما اعرف الا بنتين بهالمكان، تلقوني قاعده على اليسار ساكته. شو يقولون عن نفسيه؟ هذه نفسيه، شايفه نفسها مغروره، هذه شايفه نفسها. نفس ما ميمي حكمت علي اول ما داومنا هني، اول ما عرفنا بعض، نفس ما انا حكمت على ميمي. عرفتها او كنا ما نعرف بعض. ف بعدين لما سوينا جاذرنج، طبعا هذا الحكي قبل جاذرنج بفتره، لما سوينا جاذرنج لما دشينا شوي شوي بعض، بنيه ثانيه وانا وحده ثانيه. فمو شرط الشخص لما تشوفه هادي وما يسولف وايد معناته شايف نفسه. انا كذي ترى، سمعي حتى الناس يعني ساعات يسالوني ما يعرفون، يعني بس مجرد بالتلفزيون يسالوني يقولوا لي انت ليش نفسيه او ليش مغروره؟ زين اوكي بالتلفزيون انتم ما عرفتوني، شلون حكمتوا ان انا نفسيه؟ فارد عليهم انه ما احس ان انا نفسيه، لان انا عادي فريندلي بالعكس. لان شي خلاص هو عرفتي، بس انه ان هذه طالعه بالتلفزيون هذه مغروره، بس زين شلون انت قعدت معي سولفت معي؟ اي يعني لا ما من غير يعني من يعني يحكمون كذي على الشكل، يلا اوكي هذه مغروره هذه نفسيه، مع انه ما انا ما احس ان انا مغروره ولا احس ان انا نفسيه، طبيعيه جدا مع الناس. هو طبيعي الشخص اللي اذا قاعد مع احد ما يعرفه يكون هادي، ففيني في ناس تفسر انه هو مغرور، ما يفسرون ان الشخص مو متاقلم على الوضع حتى لو كان اجتماعي. يعني انا وايد اجتماعيه وانتم تعرفوني، يعني عادي اجيكم ساعات اضحك واتغشم بشيء، بس لما يكون عندنا ضيف اسكت، مو علشان انا قاعده يعني اسوي روحي نفسيه وهاديه وما لي حس، لا بالعكس انا مزعجه ولويا وعلى طبيعتي وانا يعني ما لي شغل بحد. زين بس اللي مغرور صدق، المغرور صدق هذا حاله ثانيه، هذا اللي مغرور حتى مع اهله، مغرور مع ربعه، يقعد متفشخر حاط لي الريل على ريل وهو لا عنده شهاده حتى علشان والله يرفع راسه فيها، ولا عنده شيء بعينه. عرفتوا؟ فيعني يعني الناس، في ناس عندهم فلوس، عندهم شهايد، احسن ابهات واحسن امهات عندهم، احسن بيت واحسن سيايير واحسن سيايير واخلاق، تشوفونهم يا ربي ناس متواضعه. يعني انا بذكر مثال عن شخص متواضع 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 متواضع، المفروض يكون هو المثل الاعلى لنا احنا كلنا، بابا جابر الله يرحمه. الله يرحمه. شنو كان بابا جابر؟ انتم منو اللي جاي انت بتصيرون اللي شايفين نفسكم على شنو؟ اذا بابا جابر الله يرحمه كان يقعد على الارض ياكل مع الصبيان ملوته. عندنا الشيخ دعي خليفه نوجه له احلى تحيه، يا لنا مره الاستديو والنعم فيه، ما حسينا انه والله هو الشيخ دعي اللي يعني انه من تكلمون الشيخ دعي، بالعكس كان واحد يعني يمكن كان يسولف اكثر منا مع انه ما يعرفنا. وتدرين شنو، في احنا ممثلين استضفناهم وفنانين احنا استضفناهم، يعني انا شخصيا لما شفتهم لما اشوفهم يعني باماكن ثانيه او مقابلات ثانيه احس انهم مغرورين، بس يوهني لو عندنا شيء ثاني، شيء ثاني اي يعني يضحكون ويسولفون وما فيهم ذره غرور، لدرجه ساعات لما قاعد رفيجاتي مثلا يطروا لي اسم فلان، لا بالعكس هذا مغرور، هذا مو مغرور وكذي. بس في ممثلين يعني انا شخصيا تعاملت وياهم يطلعونك بنص عين شيء مو عاجبتهم، مغرورين. زين على شنو؟ ترى انتوا ما طلعتوا الا من الجمهور، ولا انتوا اساسا شنو كنتوا يعني؟ يعني سوري بس انا حتى لو بلشتوا كومبارس، بس وايد 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 كانوا شايفين نفسهم وايد مغرورين. حتى يوم تكريم برنامج دبل شعيبي كانوا كل الفنانين هناك، شفنا المغرور وشفنا اللي الفرندلي وشفنا اللي يعني حتى ما يطالعون، حتى ما يطالعون. احنا رايحين هناك ما ادري هل احنا غير ولا هم غير، احنا رايحين هناك نضحك بوجه الكل وعادي، هم يطالعون كذي.
ويلفون ايش دعوه عليكم ترى على شنو؟ سؤال على شنو ترى؟ ممثل يعني ترى والله انت ولا شيء ترى انت ولا شيء ولا شيء والله العظيم انا اقولها يعني حتى لو تبون نذكر اسامي راح اذكر عادي ما يهمني بس ترى انت ولا شيء اوادم انت وحالكم من حالنا انت واوادم وشنو ممثلين يعني خريطة ممثلين وشنو يعني مذيعين؟ خريطة مذيعين ترى هذا الدوام حال دوامات نفس حالكم حال اي حد بالعالم على بون الناس تحبكم ولا تعرفكم في مشكله ان 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 الناس اللي هي تصف بالغرور او ان مثلا ناس تقول مثلا ان فلان مغرور او مثلا اسرار مغروره اول شيء انا احكم على الشخص اللي يحكم على شخص بدون ما يعرفه او انه يقعد معه او انه يسولف معه هذا شخص يعني يجهل كل شيء بالحياه لان اساسا قاعد يحكم وانت ما عندك الكره الزرقاء ولا انت قرينك داش بقرينه عشان تعرف هو شنو افكاره او شنو الانسان هذا وبعدين يعني ما له داعي ان انت مثلا تقول فلان مغرور وانت ما تدري هو شنو لا انا انطر اقعد معاه سولف وياه اعرف شنو هو من شخص شنو من 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 انسان شنو طبيعته شنو سوالفه هل يدخل القلب هل ما يدخل القلب يتقبل الكلام ما يتقبل الكلام ممكن مثلا انا اقول له والله يا فلان ترى اليوم انا معزوم عند فلان رده فعله مثلا تكون علي يا معود فلان عاد فلان انه يستصغر الشخص اللي قدامه إيه يعني هذا زين لحظه سوري عفوا ايش في فلان؟ لا 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 اسمح لي انا ما اقعد مع هالناس هذه زين احنا بشر خاصه فتتكلموا إيه؟ على أنا, إيه انا انا بشر وصدقيني اي شخص يتكلم عن اصل وفصل في نقص صدقيني هذا في نقص أقول وهذا ما عنده لا اصل عندنا بالجامعه بنات قبل لا اتخرج عندنا بالجامعه بنات مثلا تكون مثلا بنت هايله اوكي انا ترى ما يهمني شيء عسنا بدويه كلنا بشر انا بالعكس انا عندي اخلاق الشخص اللي قدامي احطه فوق راسي ما في اخلاق اكش منه سلام سلام ولا شغل فيه كان عندنا بنات بالجامعه والله العظيم ان تسولف تقول امي تكون رفيجتها مثلا هي مثلا تكون بنت فلان وانت تكون بنت فلان فهمتوا؟ فتقول انا لما اقعد اسولف في البيت ويا امي عن فلانه واجيب فلانه ادخل اعزمها بيتنا الفلانه المتوسطه مو الفلانه اللي انها تكون فوق ما تتنفس عليها الام تحاكيها بطرف خشمها يعني مثلا انا بنت عاديه اوكي؟ ما عندي شيء لا ابوي عنده شركات ولا ابوي تاجر ولا ابوي غسيل اموال ولا ابوي ملياردير ما ادري هذا ايش يسمونه مليونير رفيجتي ابوها عنده وما ادري شنو رحت بيتهم والبيت على البحر رحت دشيت وانا والله وحده عاديه اوكي سلام خالتي هلا ايش دعوه عليك هلا انت هل انت صرت كذي صار وياك؟ لا طبعا انا ما صار معي لاني راح اقوم اطق البنت والام واطلع عرفتي؟ بس انه في مواقف صارت مع رفيجاتي انا بنيه من اشوفها انه تقول والله امي ما ترضى ماشي بنت وبنت فلان وبنت علان اقول لها ما رد عليك تو ماتش يعني الله يستر عليكم انتوا شنو انتوا نهايتكم بتموت يعني بتدفنون بالمكان اللي انا بندفن فيه وما هذا الشيء ما يفيد اصلا هذول الناس ترى قل عندهم ربع شوف هي مو تخيل خليك من كلامي عفوا دقيقه فالبنيه تنحرج انه ايش فيها امي قاعد تكلمني كذي ولما تجي بنت فلان تجي حق البنيه البسيطه أم البنية البسيطة تقعد وتسولف وتضحك وتقول لهم شنو تبون عشاء وتطلب لهم أحلى مطعم وتقعد ويلا طلعوا وبس البنية في بنات حرام ما لهم ذنب بأهلهم هذا إصرار هذا تدري شنو صار هذا نوع مو من الغرور لا هذا غرور نوع من لا هذا مو غرور هذا نوع من التكبر هذا اللي شيء هي متكبرة فهذه إنسان ناقصة هذا يعني صدق إنسانة ناقصة يعني هذا شيء وايد غريب عندها نوع من التكبر فيبغي على الغرور بعد يعني عرفتي؟ لا احنا قاعد نتكلم انه مثلا انت ليش تختار؟ يعني مثلا انا انسان عادي حالي حال اي واحد. واحدة قاعد تقول انت منغرب بعضلاتك. قولي لها مشكور انا ايه تصدقين عاد انا مغرور بعضلاتي انا يعني مستر سوبرمان فعادي لازم اختار مو انا اطير انتم ما تقدرون تطيرون. كتكات هي اللي قاعدة. صدق؟ كتكات حبتين اني راح اسيحك واسوي شوربة كتكات واشربك الحين. انزين فالغرور يعني مثلا الحين على سبيل المثال مثلا يعني انا اطلع بالاذاعة ومذيع وشي وهذا. شافوني احد مثلا برا بالشارع وشي هذا يقول اذا رحنا اذا سللنا عليه راح يسلم او مغرور شوفي شي الناس شي تفكر زين خل نشوف شنو راح يصير رده فعله